عاجل زلزال يهز أنقرة وولايات أخرى في تركيا قبل قليل. إليكم التفاصيل. زلزال بقوة 4.7 درجات وعمق 3.9 سجل في الكاز شنكيري في تركيا قبل قليل، أفادت بيانات إدارة الكوارث وحالات الطوارئ في تركيا بحدوث زلزال في مدينة شنكيري، حيث سجلت هزة بلغت بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ووقعت الهزة في الغاز في تمام الساعة 4:04 عصراً مساء اليوم. ووفقاً للبيانات، كان مركز الزلزال في منطقة إلكاز بمحافظة شانكيري، وبالرغم من أن الزلزال كانت قوته متوسطة إلا أنه أثار قلقاً في المنطقة، حيث شعر به سكان أنغرة وولايات مجاورة. ولحسن الحظ لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات. نتمنى السلامة للجميع. في نهاية الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد وعاجل، وإلى اللقاء.